عملت له بلوك لسامر، بلوك على انستغرام، بلوك على فيسبوك، بلوك على واتساب، بلوك 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 بلوك. عارفين البلوك؟ بلوك. قد ما هاليومين حضرت رضوى الشربيني حسيت انه انا بدي اعمل بلوك لسامر، مع انه هو مش عامل لي شيء انتبهوا، يعني مش انه مثلا زعجني او في حتى سوء تفاهم، لا لا لا، سمنه مع عسل. بدي اوجه لها تحيه انه هي عن جد قد ايه داعمه للمراه، او قد ايه عن جد هيك بتعطيها مثل قوه وبتعطيها قيمتها، وهذا شيء كثير حلو بالفيديوهات يلي بنحضرهم لها. هذا برنامج دي اي واي خاصه بالبيوتي وبالعنايه بالبشره والشعر وكثير قصص. فانا اليوم قررت انه جرب اكثر ثلاث خلطات حسيتها كثير بتناسبني وانا بحاجه لها، اوكي؟ رح جربها واعمل تيستينج قدامكم لنشوف اذا هالخلطات فادتني منيحه ولا منا منيحه. بس قبل ما تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب لياسمينة وللشانل تبعي، بس اوعوا تعملوا بلوك. اول شيء الخلطه يلي حسيت انه كلنا بحاجه لها واساسيه كثير هي خلطة تنظيف اعماق البشره، كويسه جدا 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 زي ما قلت لكم. بنحط على النار طنجره فيها مي، اوكي، وبنزيد النعنع عليها لانه النعنع او المنت بيساعدوا كثير البشره كرمال تتفتح المسام تبعها، وهيك بتقدر عن جد تتنظف من الاعماق. انا شخصيا عندي المكنه يلي بتعمل البخار للوجه، يلي ما عنده في حط طنجره على النار، رح احط لها بقلبها مع المي شويه نعنع وراح استفيد من البخار يلي بيطلع منه. من بعد ما خلص البخار يلي بعرض فيها وجهي تقريبا لعشر دقائق، راح انتقل دغري لدلك بشرتي بالثلج كرمال لخلي هالمسام يلي تفتحت كتير على البخار تصغر وترجع تشد. ومن بعدها رح استعمل خلطة اللبن. هيدي الخلطة بتساعد البشرة كرمال لينضف مظبوط، لتتفتح، لتشد. هلا جينا على مرحلة النتيجة. يلي بدي لكم اياها انه البخار يلي عملته كتير منيح، ومع النعنع مبلا حسيت بفرق، يعني حسيت بس تفتحت بشرتي هيك مثل كانه في شيء عم بنظف فيها بطريقه احسن. طب ترجعوا لإلي مره ثانيه، بعيدهم هن زيتهم بس بغير طريقه، يعني بعمل بخار بيرجع قناع اللبن مع العسل يلي هو كثير حسيت عن جد ترطب، يعني انا كثير حبيته، ترطب وجهي وانشد. وبرجع من بعدها بعمل بالثلج لسكر المسام يلي اصلا فتحتها وشد بشرتي مزبوط، وبرجع اكيد برطب وجهي. ما تنسوا هيدي الخطوه. على هيدي الوصفه او الروتين يلي عطيتنا اياه رضوى الشربيني، انا بعطيها 8 على 10. ثاني خلطه نقيتها من عند رضوى الشربيني هي خلطه فرد الشعر بالطريقه الطبيعيه، او بيقولوا بالطريقه القديمه مثل ما عم تقول رضوى. رضوى الشربيني عطيتنا مثل خلطه رح جربها لشوف اذا عن جد هي مفيده ايه ولا لا، واذا عن جد فينا نستبدلها بالكونديشنر ليطلع شعرنا ناعم وحلو وما نتعذب نحن وعم نخلصه، حتى بس ينشف يطلع الطبيعه تبعه حلوه. هيدي الخلطه مؤلفه من النشا، زيت الزيتون والعسل. اول شيء بدكم تعرفوا انه هي خبريه تخلطوا على ايدكم او تعملوا هيك بايدكم تنسوها، لانه بتتذكروا فيديو الموز يلي عملته بالزمانات؟ اكيد اذا ما بتتذكروا فيكم تفوتوا تحضروه على الشانل تبعي. بهيدا الفيديو يمكن غلطتي كانت انه ما عملتهم مزبوط على البلندر او على الخلاط. النشا شيء هو بشد كتير، اوكي، ممكن يصير عجينه، مشان هيك انا حطيت كميه النشا يلي هي لازمه لشعري، ضليت نزيد عسل وزيت، عسل وزيت، عسل وزيت. يعني انا تحديدا هلا ما بعرف لكم قد ايه حطيت عسل وزيت، تحصلت على تركيبه بتشبه تركيبه الكونديشنر. هلا لأكون معكم كثير صريحه، انا ما رح استرجع احطهم من الراسين لتحت لانه هيدي الخلطه اول مره بعملها، رح احطهم بس على اطراف شعري. اول شيء اللي بقدر لكم اياه انه انا عم حمم شعري كانت خبريه هينه، ما تعذبت، مش انه لزق دبق او شيء، لا الحمد لله. هلا الاختبار رح يصير اذا شعري رح يتمشط بطريقه ناعمه ايه ولا لا، وبعدين رح اتركه ينشف شوي على الطبيعة كمان لشوف اذا خفف من التنوبر، عطى هيك مثل لمعية حلوة ولا لا. عم مشت من الكعب
تركزوا معنا دائما بقولكم نبلش من تحت لفوق. انا حاطه هيدي الخلطه من الكعب الصراحه اكيد ما اعطيتني نتيجه الكونديشنر، بس مثل ما حاسه انه مبلا شعري نعمان، يعني تما اكون عم كذب عليكم. ما بدي اقولكم انه طلعت خي ليكم في شيء بتنزل وما بعرف شو، لا في شويه تشابك بس مش مثل ما يكون بلا كونديشنر. فميرسي رضوى الشربيني على الخلطه الطبيعيه يلي عن جد بتخلينا اذا ما بدنا نستعمل كيميكال على شعرنا بنقدر عن جد. ها يعني هيدا قدامكم ببساطه، ورح نشوف كمان على الميل الثاني. لكن رح انطر لكن شعري نشف لحاله لشوف اذا طريقه النشفين تبعه بتضل بطريقه طبيعيه ملمعه وحلوه وبكون الشعر املس ومنه منفوش، ساعتها بنعطي العلامه النهائيه تبع خلطه الشعر. الخلطه الثالثه يلي نقيتها من رضوى هي خلطه للتبييض. نحن هلا بفتره الصيف كلنا بنحب انه كواعنا وركابنا يبينوا بيض وما عليهم بقع، وهيدا شيء كثير بشع. معموله من فازلين وفيكس وبهار اسود وحامض، ولا مره عامله هيدا المزيج لشوف عن جد اذا بيعطي نتيجه. يلي رح اعمله هلا انه رح جرب هيدي الخلطه، رح نحط ملعقه من الفيكس، ملعقه من الفازلين، ملعقه صغيره من البهار الاسود وشويه حامض. رح نفرك المكونات مزبوط كرمال لتضل التركيبه متماسكه، مشان هيك ما بنصحكم تكتروا حامض، يعني حطوا بالاول قدر ملعقه كبيره ماكسيموم واخلطوا، مهم تضل التركيبه كثير متماسكه. يعني النتيجه بقدر لكم انه صراحه 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 ما لقيت هالقد في فرق. ممكن يمكن على التكرار حدا منكم يلاقي انه مبلا في فرق. انا هيدا الكوع اللي حطيت عليه الخلطه ونطرت الوقت، وهيدا اللي مش حاطه عليه شيء، بعطي بلكي 5/10 لانه الترطيب هو شيء اساسي كرمال ليتخلص من خلايا الميته مع الوقت وما يعود يظهر هيدا البقع. اما بما يخص شعري شوفة عينكم، يعني اللي بقدر لكم اياه انه النتيجة اللي لقيتها كتير منيحة هي بديل للكونديشنر، لانه انا خلصت شعري بطريقة كتير سهلة. بس ما بقدر لكم انه هيدي الخلطة بتساعد لانه نطلع شعرنا ليس، بيفرد يعني شعرنا انه انا ماني بحاجة اعمل له سيشوار وشعري صار ليس هيك انه مثل ما شايفين. فاذا بدي اعطي علامة بعطيها 8/10 كونه بنقدر نستبدله بالكونديشنر ونحصل على نتيجه حلوه بمكونات طبيعيه. وفي الاخر اتمنى انه يكون الفيديو ده عجبكم جدا جدا زي ما قلت لكم. فاذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك وشير، واهم شيء تعملوا سبسكرايب لياسمينة وللشانل تبعي، وتتركوا لنا كل تعليقاتكم بخانه التعليقات. باي.